بسم الله الرحمن الرحيم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الملك القدوس السلام المؤمن المحيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله.